الحكومة تخطط لبيع حصة إضافية بنسبة 10% من المصرية للاتصالات. أعادت مصر إحياء خططها لبيع حصة إضافية بنسبة 10% في الشركة المصرية للاتصالات اللي بتديرها الدولة هذا الشهر، وقالت مصادر إن الشركة المصرية للاتصالات هتبدأ بالتجهيز لنشرة الطرح تستهدف المستثمرين المؤسسين في أقرب وقت الأسبوع ده، فيتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية. الحكومة المصرية حددت السعر الاسترشادي للطرح عند 22 جنيه وربع للسهم، وهو ما يمثل حجم طرح بيبلغ حوالي 3.8 مليار جنيه، يعني 122.8 مليون دولار، ويمثل ذلك خصما بنسبة 3.8% عن آخر إغلاق للشركة عند 23 جنيه و14 قرش. العرض اللي تم مناقشته في مارس كخيار واحد لجمع الأموال سيمثل خطوة مهمة في عملية طويلة لبيع الشركات الحكومية كجزء من حملة حكومية للخروج من بعض القطاعات وإفساح المجال لنمو القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين. الحملة دي جزء من برنامج أوسع لدعم الاقتصاد المصري اللي بيعاني في الفترة الأخيرة، واللي تضمن خفض قيمة الجنيه المصري 3 مرات من مارس 2022، وهي خطوة ساعدت في تأمين برنامج بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. والمصرية للاتصالات مملوكة للحكومة بنسبة 80%، ولم يتم إدراجها في القائمة الأولية ل 32 شركة حكومية معروضة للبيع. استمتلك الشركة حصة 45% في فودافون مصر، واللي بيفكر المسؤولون في بيعها إجمالا أو جزئيا لمستثمرين خليجيين.